لازم شو عندك؟ فنحن بوصل النت لعنا كل منطقة في عنا مستقبل على سيرفر خاص معين، مقسم النت لفئات، منوزع النت على سرعات معينة حسب حاجة الناس واحتياجاتها، على فئات تناسب دخل الأشخاص المستخدمين. هي المصلحة ما هي تجارة، هي خدمة أكثر ما هي تجارة، بسبب حاجة الناس للتواصل مع أقربائها ونزوح أغلب البلدات وأقاربهم عن بعضهم. بعد فقداننا للاتصال وقطع نظام الاتصالات على المناطق المحررة، اضطرينا للاستعانة بالجانب التركي وإيجاد طرق بديلة عن طريق نصب أبراج إنترنت لخدمة الناس وإيصال صوت الناس في الأراضي المحررة إلى العالم الخارجي.